مرحب بحضراتكم من جديد وفقرة جديدة من فقراتنا في هذا الصباح على النيل الخالد من حديقة أم كلثوم. الحقيقة طبعا يمكن عيد الأضحى المبارك له طقوس إسلامية خاصة وله أحاديث كثيرة جدا ندور في فلكها حول ما يجب أن نفعله في عيد الأضحى المبارك وشروط الأضحية. والأضحية طبعا يمكن أكيد كلنا بيحب جدا عيد الأضحى المبارك لأن هو الحقيقة في حكم ومواعظ كثيرة جدا جدا نعتبر منها ونأخذ العبرة دائما من العيد الأضحى المبارك بالذات، لأن هو يعني مفصل كل تفصيلة، وبالذات الأضحية لها تاريخ ولها أثر في نفس طبعا كل واحد مننا بيتذكر من صغره لحد ما ابتدى هو يضحي بنفسه. وطبعا الأضحية بتبدأ مباشرة بعد صلاة العيد مباشرة، فصلي إلى ربك وانحر، نبدأ لحد آخر يوم من أيام العيد قبل غروب الشمس في اليوم الرابع. وده طبعا اللي نعرفه مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ اللي مشرفنا النهاردة دكتور سيد الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف. مشرفنا فضيلة الدكتور، كل سنة أنت طيب. وحضرتك بألف خير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وسلامة دائما. الحقيقة طبعا عيد الأضحى المبارك يعني زي ما بيقول كده لطقوس الخاصة زي ما بيقولوا. خلينا نعود بقى بالخلفية بتاعت الأضحية ونتذكر طبعا الفدو الكبير اللي فدانا به طبعا سيدنا إسماعيل، وطبعا ليه حكمة وليه عظة وليه أهمية كبيرة جدا عندنا كمسلمين. تفضل حضرتك. الحمد لله المبدئ والمعيد الغني والحميد ذو العفو الواسع والبطش الشديد، من هداه فهو السعيد ومن أضله فهو الطريد، ومن أرشده لسبل النجاة فهو الرشيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. في البداية نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك في العام 44 بعد 144 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم بالشكر لهذه القناة المباركة على يعني دعوتنا في هذا اليوم المبارك، وهو أعظم أيام الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان الطيب الجميل. طبعا هنستهل الأول موضوع الأضحية بأن احنا نتكلم عن شعائر عيد الأضحى أو هي الطقوس الهامة في عيد الأضحى. بداية واستهلالا الأمر يبدأ بالتكبير، لأن الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن الأضحية قال ولتكبروا الله على ما هداكم، ولا قال واذكروا كما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير من مناسك الأضحى أو من الهدي النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه فضل عظيم جدا. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط إلا بشر، وما كبر مكبر قط إلا بشر. فقالوا يا رسول الله بما يبشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم بالجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رتب على التكبير اللي هو بداية الأضحية أو بداية إن احنا ندخل في جو الأضحية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها عظيم الأجر وهو دخول الجنة. الأضحية بدأت طبعا مع المنسك العظيم جدا لأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام في القربان الذي قدمه لله تبارك وتعالى فداء لولده إسماعيل، كما جاءت الرؤيا له في المنام، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، وأن الرؤيا الصالحة الأنبياء إحدى وسائل النبوة أو إحدى أنواع الوحي الذي يوحى به إلى الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام تعلمنا منه في القصة المعروفة للصغير قبل الكبير كيف كان الصبر على استقبال هذا الأمر، وكيف كان إسماعيل عليه السلام يستقبل الأمر، حتى صورت بالقصيدة المعروفة أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يا أباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابنا لرداه، ألقاه بدب لجبين كي لا تتلقى عيناه، إلى آخر القصيدة المعروفة الطويلة. ثم جاءت الأضحية واللي النبي صلى الله عليه وسلم بيانها في الحديث على اليوم اللي احنا نحيا فيه الآن، فسماه النبي يوم النحر وسمى غدا يوم القر. ويوم النحر زي النبي معلمنا في الحديث وأخبر وقال ما عمل آدمي يوم النحر عملا أعظم عند الله تعالى من إهراق الدم. أيوة. وإنها لتأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها وقرونها، وإن الدم لا يقع بمكان عند الله تعالى قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا.
وكأن الذبح وكأن الأضحية تطيب بها النفوس زي ما القرآن علمنا وزي ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك. نعم. طيب الأضحية لها شروط فضيلتك يمكن. نعم. ما هي شروط الأضحية يا دكتور سيد؟ طيب. طبعا احنا دايما نقول زي ربنا عز وجل ما قال ان زي ما قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. نعم. وربنا عز وجل بيان في القران انه لا يناله شيء مما يذبح، فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. يشترط في 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 في, في الاضحيه الا يكون بها اي عيب، فلا تكون عوراء ولا عرجاء ولا مريضه ولا هزيله، يعني تتصدق بالشيء تخرج الشيء الجيد. ربنا عز وجل لما ذكر تكلم عن صدقات الأرض وعن صدقات الزروع والثمار قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات أي الشيء الجيد، ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولو رجعنا بالذاكرة وراء أوي أيام قابيل وهابيل أولاد آدم عليه السلام لما اختلفوا على الزواج فقدم أحدهم قربانا والآخر قربانا، فأحدهم كان زارع فقدم قربانا زي مثلا كده قث القمح حاجه كده زي شويه قمح كده على بعضهم، وجاء الثاني فقدم كبشا سمينا فنزلت النار واخذ الكبش السمين بالزبط. اللي هو الجيد. فكل ما كانت الاضحيه جيده وعلى شيء من اللحم الطيب كل ما كان عند الله لها اجر عظيم، طبعا اضافه الى السنين الضأن والماعز والبقر، هذا 6 شهور سنه سنتين 5 أعوام بالنسبه للابل، هذا بالنسبه للسنين يعني. انما اختيار اللحم الطيب ده يعني هو فيه يعني منفعه لكل من ياخذ من هذه. طيب فضيله الدكتور ايضا يمكن هل يمكن طبعا الظروف الاقتصاديه في هذه الايام عالميا يعني صعب على الجميع. نعم. وطبعا يعني الموضوع اصبح يمكن الاضحيه اصبحت صعبه قليلا على البعض اللي كان يمكن معتاد عليها خلال الاعوام الماضيه. خلينا نتكلم لو لم يتيسر لاحد ذبح هذا العام، هل عليه اي وزر؟ هل يقول لك انا كسرت عاده بلغتنا البسيطه يعني لك انا كسرت العاده وانا مش متفائل فيروح ياخد قرض عشان يذبح مثلا او حاجه؟ عايزين برضو طيب. النقطه دي نوضحها بشكل اولا مهم. قبل ما ندخل في حكم الاضحيه هنقول ان الاضحيه نفسها يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث والسلام. بعض الناس يظن ان لما اقسم الاضحيه لازم اطلع 3 أثلاث زي ما بيقولوا ثلث الفقراء وثلث الاقارب وثلث للبيت. طبعا هذا كلام ليس له اساس من الصحه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنه من السنين وكان قد اصاب الناس جهدا، يعني الناس في حاله فقر وشده زي اللي قام كده مثلا يعني. فالنبي يعني امرهم ان يخرجوا غالب ما ذبحوه. فلما جو السنه اللي بعدها قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ نعم زي ما عملنا السنه اللي فاتت. فالنبي قال لا، كان بالناس جهد يعني شده واحتياج فاردت ان تعينوا فيه، ولكن كلوا واطعموا وادخروا. لما يجي نتكلم عن السنه ديت في ظل ارتفاع الاسعار واصبحت الاضحيه مضاعفه، يعني اللي كان بيشتري مثلا اضحيه ب 10,000 يشتريها ب 20، كان بيشتري بيشترك مع جماعه مثلا في بقره ب 50 هيشتري ب 100,000. فطبعا عشان نقول دي سنه مؤكده لمن؟ للموسر المستطيع للمقتدر. انما ما ينفعش اقترض عشان اقيم سنه، ده كلام يعني غير لائق شرعا، الا لو كان عندي انا ساعه، يعني مثلا انا النهارده معيش فلوس بس بعد اسبوع عندي فلوس ومتاكد انها جايه لي، متاكد. انما انا اقترض او اجيب قرض او استلف وانا مش متاكد ان انا هوفي القرض ده، لا طبعا الشرع لا يوجب عليا، لان هذه سنه مؤكده، من استطاعها وكان في حاله ايثار قام بالاضحيه، ومن اصابه في بعض الضيق فان شاء الله هو بالنيه ماجور، يعني اي انسان كانت له دائما العاده اللي هي دخلت في العبادة عنده أنه إقامة سنة الأضحية دائما يقوم بها، ولكن في بعض السنين أصاب الناس جهد، أصاب الناس غلاء، هو ما عندهش فلوس، الله عز وجل يكتب الأجر بنيته وبعزيمته الصادقة. طيب فلا يحرم من الأجر أبدا. فكرة برضه يقول لك دي عادة وأنا هيصيبني سوء لو ما عملتهاش. أنت عارف المعتقدات عند أهالينا يمكن صعبة شوية، هل في أي سند أو أي حاجة تدل على ذلك؟ أولا تعلق الناس بأن أنا لو نكثت عن طاعة معينة أو عن عمل معين وكان هذا العمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان انا لم استطعه الله عز وجل لا يؤاخذني به. النبي علمنا في الحديث فقال صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. لكن عند النهي نبي قال ايه؟ قال وما نهيتكم عنه فانتهوا. حاجه اللي النبي قال ما تعملهاش ما تعملهاش، انما النبي قال اعملها وانا ما عنديش استطاعه. قال ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. اذا شرط الاستطاعه لازم يكون موجود. طب ما فيش استطاعه لا يعول على المرء بشيء ولا يصيبه ان شاء الله اي ضرر ولا اي مكروه، بل يثاب ان كانت عنده عزيمه ونيه
وبنيته الصادقة يثاب المرء. طيب كويس جدا. نعم حضرتك ذكرت في السياق الحديث ان هي فكرة التلت والتلت والتلت، التلت للإهداء والتلت للفقراء نعم والتلت لأهل البيت، ده مش موجود لا شرعا؟ هو موجود شرعا، لكن في ايام الاحتياج والشده زي الوضع اللي عايشين فيه ده، لا احنا لازم نخرج اكتر من التلت واكتر من النص. ده مهم جدا، بس على الاقل هو التلت، على الاقل هو التلت، لا يقل عن التلت. نعم ده الاصل دي يعني، النقطة علشان المهمة بس مهم عشان جدا. لا يسأ فهم لا الموضوع، لا لا لكن بعض انا الناس اذبحها بيتركوا واخليها اللحوم، للبيت لا 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 كلها لا يعني. ما عملتش حاجه، انا بعمل اضحيه قربان الى الله عز وجل، قربان وليس من اجل ان انا ادخر اللحوم، والا كان كل واحد يشتري من الجزار ويضع اللحم في الفريزر او في الثلاجه ويستخدم منه، يبقى خلاص هو كده عمل اضحيه. انما الاصل ان يكون فيها عطاء واسع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة، وكان النبي يحب الذراع في الشاة، لا ياكل الا الذراع، فقال يا عائشه ما بقي من الشاة، وزعت قد ايه؟ فقالت يا رسول الله ما بقي منها الا ذراعها، مش بقى الا الذراع عشان انت بتحبه. فالنبي قال لها ايه؟ قال بقيت كلها الا ذراعها، يعني بقت كلها يعني، يعني خد من الاجر بتاع الذبيحه كلها ولا ما تبقى الا الذراع. فكان النبي اذا ذبح ذبيحه قام بتقسيمها كلها وتوزيعها كلها، ولم يبقي منها الا ذراعا، وهو الشيء الضعيف القليل في الشاة ليأكل منه صلى الله عليه وسلم. طيب الناس لو راحت مولانا اشتروا لحمه ما اقتدروش ان هم يذبحوا، راح اشترى له 10 15 كيلو لحمه وفرقهم كده، قال لك ايه دي مقدره السنه دي يعني، هل ده برضه ياخذ حكم الذبح ولا ياخذ حكم الصدقه؟ الله جميل جدا سؤال حضرتك، ممتاز جدا. انا لما اشتري لحمه سواء كانت في اضحيه او في عقيقه او في اي شيء، شراء اللحم ده ملوش علاقه بالمنسك، المنسك ذبح. طب انا ما عنديش صدقه، قلت واشتريت هاخد اجر الصدقه ان صدقت صدقات. باللحوم. ايوه انما الذبح ده منسك من المناسك، لان الله لما بدا الايه قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فربط اللحوم بالدماء. وحتى في العقيقه النبي جعل اهراق الدم في مقابله حفظ الغلام او الصبي او المولود، فقال كل مولود رهين عقيقه، فاهريقوا عنه دما، ما قالش اشتروا لحمه، قال اهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. فكان اهراق الدم هو المنسك، وهو الذي يتعبد به المرء الى الله تبارك وتعالى. طيب ربط برضه فضيلتك، ربط الذبح بحاجه تانية، ربط الذبح بعقيقه، ربط الذبح بندر، ربط الذبح بحاجه هو كان يعني ما يسمونه فدية، واهبها لله سبحانه وتعالى. هل ده يجوز بقى الاقتران ما بين النيتين جميل في الوضع ده، ولا طيب الذبح هو ذبح فقط لله سبحانه وتعالى؟ جميل. طبعا عندنا الاسلام وضع مناسك، فجعل بعد الفطر بعد الاضحى الاضحيه، ده منسك من المناسك، وجعل بعد ولاده المولود عقيقه، وجعل حين الزواج وليمه. كل ذبيحه موجوده على حده ممكن نشترك، الذبيحه تشترك في نيتين، زي مثلا ايه؟ نية مثلا الوليمة مع العقيقة. مثلا أنا عندي وليمة زواج وكان عندي مولود صغير، بس بنوي بقى العقيقة اللي هي الأصل في المنسك الكبير. إنما لا تتداخل المناسك، لأن كل منسك يتعبد به إلى الله تبارك وتعالى على حدة. نعم يعني لا يجوز الجمع ما بين لا ما ينفعش أجمع بين نسكين، لأن هذا نسك وهذا نسك، هذا عقيقة وهذه أضحية. إنما أنا ممكن لو أنا مثلا الأضحية عندي أوجب، لأن العقيقة عندي أوجب، عندي مولود عليه عقيقة طول عمره، ممكن أعملها بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة سنة، حتى الأضحية البلوغ على العقيقة. لا تقديم أقدم العقيقة على الأضحية، يعني إحنا في الوقت في الوقت ده تحديدا عندنا مثلا عقيقة، يعني عندي ابن وعندك أضحية، وعندي أضحية، لا أقدم أيهما أقدم على الآخر؟ العقيقة، لأن ما كانش يمكن أعمل الاثنين. جميل، أقدم العقيقة لأن العقيقة مرة واحدة في العمر، إنما الأضحية إن كسرت في هذا العام جبرتها في العام القادم. فتقدم العقيقة لأن لا تتكرر، فتحفظها في أول عام حتى لا تفوت عليك الفرصة. إنما الأضحية تتكرر معك كل عام 10 عام 15 عام 20 عام 30 عام، كلما ربنا عز وجل مد في عمر الإنسان وكان عنده إيثار كلما ضحى. إنما العقيقة لا توجب إلا مرة، فتعجل بها حتى لا تفوت عليك. طيب النبي أكيد حضرتك طبعا وحضرتك أستاذنا وفقهنا في هذا الموضوع، في مذهب من المذاهب المذهب الحنبلي قال لك يجوز الجمع ما بين العقيقه وما بين الاضحيه اذا كان المولود نعم في هذا الوقت تحديدا السابع ال 14 الكلام ده كله، وده مذهب عند نعم جمهور من اذا الفقهاء كانت يعني ايام موافقه السنه الاولى، ولكن هو مذهب يعني هنقول مرجوح، ولكن انت ممكن تعمل بيه بنيت انت عايز تفرح بالاثنين. انما الاصل برضه خليها في الاضحيه عشان لا تفوت عليك. بالظبط نعم كده، انت عارف الاختلاف في طبعاً في الدين، في الدين يسري المذاهب يعني كلها جاءت يعني على من اجل يعني يعني ان الانسان يقبل من هذا ولا يترك هذا يعني. صحيح، وزي ما قالوا في القاعده الشرعيه لا انكار على ما هو مختلف فيه. مظبوط. نعم. طب فضلتك احنا في ايام مباركه بقى، نعم، وايام جميله، وايام طبعا اللي اقسم بها ربنا العشر ايام نعم، نعم، يعني من نال هذه الايام نال اجرا عظيما، اجرا عظيما نعم زي ما بيقولوا يعني. نعم. نعم. ما هو المستحب بقى في الايام المباركه حتى
يعني بعد ما عدينا العشر النهارده اخر العشر ايام، لكن الاجر ممتد ان شاء الله. جميل. نعم. يعني نحسب نزل كان على الله، لكن نحسب ذلك يعني. هو دايما من رحمات الله تعالى ومن فضل الله عز وجل على المسلمين ان تاتي الاعياد بعد انتهاء العبادات، وكانها بمثابه الراحه النفسيه والبدنيه. فشوف النبي حتى الشرع لما جاء بعد العيد قال لك انت تعبت في الصيام في التسعه من ذي الحجه، حس قدر استطاعتك وذكرت ربنا وكان عندك تكبير وتهليل وتحميد واذكار وعندك قراءه قران وعندك عبادات. فجاء بعد ما انتهت العبادات في التسعه قال لك ان الايام ديت اللي تبدا من اليوم ده لحد اخر ايام التشريق اللي هو بعد اربع ايام او ثلاث ايام اعتبارا من النهارده، يعني قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. فكان الشرع بيحتفي بيك ولك كل وشرب، فقط بس الذكر اللي هو زي اللي هو الذكر الاذكار اللي هو التكبير اللي بيقوله بعد كل صلاه او بعد دبر كل فريضه. فلم يلزمك الشرع في الاربع ايام هذه اعتبارا من اليوم الا بان تاكل وتشرب وتشعر باريحيه الدين الجميله ومكافاه المسلمين على انتهاء العباده. فقط تذكر الله عز وجل زي ربنا ما قال واذكر الله في ايام معدودات. طيب نعم. في اقل من دقيقه فضلتك بقى نستخدم كده النهارده في اليوم المبارك ده دعاء بقى لمصر والمصريين. نعم. نستمع لحضرتك. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا عندك مقبولة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واجمع كلمتنا يا رب العالمين وتب علينا واغفر لنا يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أشكرك يا دكتور وشرفتنا، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير وأيام مباركة عليك إن شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم وجزاكم الله خيرا وعيد مبارك لحضرتك. شكرا جزيلا. شرفتنا دكتور سيد الشافعي من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم. بشكر حضراتكم طبعا وأعود لزملائي في الاستوديو لمتابعة باقي فقراتنا في هذا الصباح. قوموا معنا.